برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة. أقامت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في مبنى أركبتا بخليج البحرين العرض المرئي لكبار الشخصيات حول التوجه الجديد لطيران الخليج، والذي تناول في تفاصيله الهوية والمنتجات الجديدة للناقلة الوطنية.